مقتل 5 أشخاص وجرحوا آخرين جراء انفجار دراجة نارية بالقرب من فندق العامر على طريق قنوات شمال مدينة السويداء. قتلى وجرحى من قوات النظام إثر استهدافهم بصاروخ موجه من قبل فيلق المجد التابع للجيش الوطني على إحدى جبهات الساحل، واشتباكات بين الثوار وقوات سوريا الديمقراطية على محور مرعناز وحزوران بريف حلب. الفيلق الثاني التابع للجيش الوطني السوري يتمكن من إلقاء القبض على تجار مخدرات في منطقة عفرين شمال حلب ويحيلهم إلى الشرطة العسكرية بعد العثور على 1000 حبة مخدر بحوزتهم. نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي فيرشينين يقول إن تشكيل اللجنة الدستورية السورية على وشك الانتهاء باستثناء تفاصيل قليلة. الوكالة الوطنية للإعلام تقول إن السلطات اللبنانية أوقفت 26 سوريا بينهم 10 نساء و14 طفلا أثناء محاولتهم الدخول إلى الأراضي اللبنانية عبر معابر غير شرعية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحذر إيران من إطلاق تهديدات بزيادة تخصيب اليورانيوم ويقول إن هذه التهديدات ستنقلب على طهران. الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايت هايزر يقترح فرض رسوم جديدة على واردات أوروبية بقيمة 4 مليارات دولار تشمل 89 منتجا غذائيا على خلفية نزاع تجاري بين واشنطن والاتحاد الأوروبي.